كورديا والحاجات اللي بتعمل بالكورديا بالج. نعمل بالج هنا الماسيف بريكاردال فيوجن ده في اي حد في اي سن سنه سنتين 60 سنه الماسيف بريكاردال فيوجن بيعمل بالكورديا بالج. طيب ايه تاني غيره؟ رايت فينتريكل انلارجمنت ديتد سينس ايرلي تشايلد هود، يعني رايت فينتريكل كبير هو لسه طفل سنه سنتين ده بيعمل بالج وبالج يطلع ايه بيرسيستنت فور لايف. خلاص يبقى انا عرفت الديفينيشن بتاع البريكورديا، عرفت الباوندرز بتاعته ايه، عرفت الحاجات اللي بتعمل بالج عليه. اكزامن بقى، نايم العيان على ظهره، نام وتنزل عند رجل العيان وتبص تنجنشال على البريكورد اللي انت عارفه وتبص تنجنشال على البريكورد بتقول له اكتم نفسك. ابص كده وقارن الناحيتين ببعض اشوف هل هو نورمال ولا في بالج، بس كده خلاص خد نفسك. لما تقول عينك نفسك ما تقومش وتسيبه، لازم تقول له خلاص خد نفسك، لان ممكن عنده يبقى عين جاهل ويقول لك ايه يفضل كاتم في نفسه طول الاكزامينشن، فلازم لما تخلص قول له خد نفسك خلاص. خلاص يبقى لك ايه اول حاجه البريكورد ده بالج انسبكشن بس. حاجه ثانيه ضريت الفينز وسكارز. طيب اقف كده يا عم، فين بقى ضريت الفينز وفين السكارز؟ ضريت الفينز يا دكتور ديت في عندك حاجه اسمها الفيزيبل فين، حاجه اسمها ضريت الفين. الفيزيبل انك تشوف العروق بتاعتك كده زي في ايديك، تشوف العروق بتاعتك ده اسمه فيزيبل فين. لكن دايليتد يعني الفين تبقى كونجستد وتورشوس. يعني ايه؟ يعني الفيزيبل فين اهو يبقى ظاهر تحت السيرفس كده، الفيزيبل فين بيظهر كده اهو تحت السيرفس، ادي الجلد اهو وانت شايفه كده اهو خلال الجلد. لكن الكونجستد بيكون عامل كده اهو اليفيشن للسكن، ادي اول حاجه. يبقى ده فيزيبل ما بيرفعش الجلد، الدايليتد بيرفع الجلد. ادي فرق. الفرق الثاني الفيزيبل ستريت فورورد، الكونجستد بيكون عامل ازاي؟ بيكون عامل كده اهو اهو تورشوس. يبقى الفيزيبل بيكون ستريت فورورد اهو، لكن الكونجستد او دايليتد فين بيكون تورشوس. ادي فرق ثاني. الفرق الثالث ميلكينج تيست. يبقى ثلاث فروق بين الفيزيبل وبين الدايليتد. الفيزيبل بيتشاف لكن ما بيتحسش، لكن الجلد ده اللي هو الكونجستد اليفيت سكن. الفيزيبل ستريت، الكونجستد تورشوس. فين اماكنهم بقى؟ قال لك ممكن ليها فرونت تشيست هنا كده هنا كده، وممكن على اكزيلا هنا اهو لاترال تشيست. لو شفت انت ضريت الفين على اكزيلا خلاص مش هتعمل ميلكينج تيست. ليه؟ لان ده كده معناه اكزيلا ريفين اوبستراكشن، اكزيلا ريفين اوبستراكشن. انما لما تلاقي انتيرو تشيست كده اهو ضريت الفين يبقى ده كده لازم اعمل ميلكينج تيست. ليه؟ عشان اعرف ده جاي من السوبر فينكيفا ولا الانتيرو فينكيفا. يبقى انا اول حاجه في البصه بتاعتي اول حاجه افرق له هل ده فيزيبل ولا ضريت. يا دكتور الفيزيبل يتشاف نوت اللي بيتل سكن، الكونجستد اللي بيتل سكن. يا دكتور الفيزيبل ستريت، الكونجستد تورشوس. يا دكتور لو دريت ده على اكزيلا يبقى ده ايه؟ اكزيلا اللي بينص اوبستراكشن. لو على الفرنت تشيست ممكن يبقى سبير فينكيفا او انفير فينكيفا، لازم اعمل ميلكينج تيست. ميلكينج تعمل ازاي؟ ميلكينج تيست يا دكتور دوت بعمله كده اهو، صباعين جنب بعض كده اهو، ادي الشمال اهو هيتحط هنا واليمين هيتحط تحت منه كده، الشمال ده دايس ما بيتحركش، اليمين سكويز البين هيفضل بين كده اهو. حلو؟ وبعدين اشيل يمين، لو فين بيملى من تحت لفوق بسرعه يبقى ده ايه؟ انفيرو فينكيفا اوبستراكشن. لو بيملى من تحت لفوق في اتجاه الفينكيفا اهو انفيرو فينكيفا يبقى انفيرو فينكيفا. ارجع افض تاني اهو صباعين اهو، وبعدين اشيل الشمال بقى، لو بيملى من فوق لتحت يبقى سوبر فينكيفا. يبقى تاني ميلكينج تيست بعمله امتى؟ لما يكون طريقه الفين على الفرنت اوف ذا شيست، بحط صباع الشمال واقف الفي خالص واليمين سكويز الفين لتحت وتقف كده واشيل اليمين، لو بيملى من تحت لفوق يبقى انفير فينكيفرا اوبستراكشن. وارجع اعمل تيست تاني واشيل الشمال، لو بيملى من فوق لتحت بسرعه يبقى سوبر فينكيفرا اوبستراكشن. ده ميلكينج تيست يا جماعه باكد بيه كلامي. امتى بعمله؟ في افرانت. كويس. ده كان اول حاجه اللي هو ايه؟ الريكورد بانش، وتاني حاجه ضريت فيه. بعد كده السكارز. السكارز مهم جدا عليك اسم اثنين منهم. مهم جدا اسم اثنين منهم. في سكار كده اهو. وايبس وايبس. خدنا وايبس. وايبس ماشي. بص يا جماعه الاسكار الاولانيه يا جماعه هنا اهو، بص الاسكار الاولانيه هنا، بص كده اهي هنا كده في نص الايه، في نص الايه الشيست كده اول اسكار اهي تبقى في نص السترنم هنا اهي، والاسكار الثانيه في اللاترال بارت السترنم كده اهو. هات منديل عادي يا دكتور، منديل عادي، منديل منديل مبلل يا جماعه، مفيش مع حد منديل ميك اب.
امال الشنطه دي شايل فيها ايه؟ فيها الاقي شنطه قد كده فيها منديل ميك اب واحد تلاقي فيها ميك اب حاطين فيها جنيهات فضيه نص جنيه ربع جنيه بس في ورق صح؟ ايه دي وايس يا جماعه؟ بص كده سكار هنا كده اهو النص كده اهي وصغار هنا كده اهو. اسئلتها جامده بقى دي. هيقول لك ايه؟ هيقول لك الاول ايه اسم الاسكار؟ ايه اسم الاسكار؟ دي اسمها ميديان استرنوتومي سكار. ودي اسمها لاترال سوراكوتومي سكار. يبقى دي ميديان استرنوتومي، دي لاترال سوراكوتومي. اسم العمليه دي فالفوتومي توسيع يعني. لكن دي ريبليسمنت تغيير. او اورتك ديسكشن بيعمل تغيير صمام او بيصلح اورتك ديسكشن. طيب اعرف نوع الهيلينج ازاي؟ نوع الهيلينج بص على السكار لونها ولون الجلد، نفس لون الجلد ولا غامقه؟ لو غامقه خلاص يبقى دي سكند انتنشن. خلاص؟ لو لونها لون الجلد كده وستريت رفيعه يبقى دي برايمري انتنشن. يبقى من اللون لو بيجمنتد سكار غامقه ده سكند انتنشن. طيب لو لونها زي لون الجلد برايمري انتنشن. طب لو حصل هيستوري بقى فتح نفس الجرح تاني يعني غيرت صمام تاني لو اتفتح مره تانيه يبقى اسمه تيرشر على طول. يبقى فرق البرايمري من السكندري ان السكندري بيكون بيجمنتد. عارف ليه بيجمنتد؟ لان السكندري بيحسبه سكندري انفكشن فيبقى ملون بيجمنتد. طيب التيرشر من السكندري التيرشر اتفتح مره تانيه اتفتح مره تانيه خلاص. طيب ده اسم السكار واسم الايه؟ واسم العمليه اللي عملها. ميديان استرنوتومي ميديان استرنوتومي سكار. نرجع بقى يا جماعه لمين؟ كارد بابسيشن وليبكس. ميديان استرنوتومي فالف ريبليسمنت. لاترال سوراكوتومي فالفوتومي. لاترال ايه؟ سوراكوتومي سوراكوتومي فالفوتومي. خلاص؟ كمل بقى الكلام. لا لا بص يا جماعه مع بعض كده ديت من ابرم استرناي مانبرم سرناي استنى مره ثانيه اهي وسكند ريب سيرد ريب براين شويه بدا بتاعي فورس فيبس سكس. فين بقى اللي بيجاز ليام؟ ده الميد كلابيكولار لاين اهو وادي الميد كلابيكولار لاين الثاني اهو. هناخد خط يعدي في الزيفويد كده وخط بين اللامبلايكس وبين الزيفويد هنا كده اهو. يبقى خط يعدي في الزيفويد وخط بين اللامبلايكس والزيفويد والتو ميد كلابيكولار لاينز ده اللي بيجسترم يا جماعه بيجسترم اهو. بيجسترم ده فين تاني؟ هو المستطيل المحصور بين خطين خط يعدي في الزيفويد وخط بين اللامبلايكس والزيفويد وهنا كده اهو التو ميد كلافيكولار لاينز التو ميد كلافيكولار لاينز ده اسمه بيجاستريوم. اول حاجه في الكاردك بلسيشن هو ايبيجاستريك بلسيشن اهي ايبيجاستريك بلسيشن هنا كده ايبيجاستريك بلسيشن. طيب الثانيه بقى هنا اهو سوبرا ستيرنال بلسيشن سوبرا ستيرنال بلسيشن يبقى ايبيجاستريك بلسيشن وسوبرا ستيرنال بلسيشن. طيب دي المانيبر من السرناي ودي الاسترنال بينهم في لوز انجل جنبها السكند ليب. السكند سبيس على الناحيه اليمين اسمه اورت اريا. السكند سبيس على الناحيه الشمال اسمه بالمونر اريا. بالمونر اريا. طيب فين التراكسبيد؟ اهو عند جانكشن بتاع السكس ريب مع الاسترنال. فين الايبكس؟ اهي المايترال اريا. فين؟ على ليفت فيفث سبيس ميد كلافيكولار لاين. ليفت فيفث سبيس ميد كلافيكولار لاين. والتراكسبيد اهو. ليفت لور استرنال بوردر او الجانكشن بتاع السكس ريب مع الاسترنال ما دخلوها يا جماعه. قول يا دكتوره ما ينفعش كرسي يجي جنبك. هات كرسي الموضه دي. ما ينفعش كرسي يجي جنبك. افتح الباب. حد... افتح الباب يا دكتور شيل من ايدك. انت عارف الباب تيجي جنبه كده؟ هات كرسي الدكتور الناحيه الثانيه واقعد. في مكان؟ هات كرسي من القاعه الثانيه. اقعد. لاين يعدي في الزيفويد ولاين بين لامبراتي والزيفويد. والدو من كلابيكولار لاين يبقى ده اللي بيجسد يعني. اللي بيجسد بلسيشن نورمالي بتيجي من الابدومنال اورطة نورمالي بتيجي من الابدومنال اورطة. ابنورمالي لو جت من الرايت فنتركل من الرايت فنتركل انلارجمنت او تيجي من هيباتيك كونجيشن هيباتيك كونجيشن.
يبقى ليها كم مصدر؟ نورمالي جايه من الاورطة، ابنورمالي تيجي من الرايت فينتريك انلارجمنت او تيجي من الليفر كونجيشن. الليفر كونجيشن يبقى انت محتاج تعمل لها اكزامينشن تشوفها موجوده ولا لا، وتشوفها جايه منين، هل هي جايه من الاورطة ولا من الرايت فينتريكل ولا منين؟ من الليفر كونجيشن. خلاص دي كده انسبكشن وكونجيشن مع بعض. بتعمل ايه؟ بتنام العيان، بتنام يا عمال، وبعدين تنزل جنب العيان وتبص تنجنشن. ده بقى اوسكي بقى اهو سيلف اوت تكنيكس دي. خلاص اكزامين الكاس بالسيشن، تيجي جنب الدكتور كده اهو. اول حاجه اللي بيستلم ده فينا دكتور خط يعدي للزيفويد، خط بين الامراكس والزيفويد والتومي كافيكال لاينز، ده اللي بيجسد. الكاس بالسيشن يبقى جاي من الاورطه نورمالي، تيجي من رايت فينتريكل او من ليفر كونجيشن. اكزامينشن ستيب باي ستيب بقى بعد اذنك يا عمو. يعني هتكشف لي بقى بعد اذنك، هو مش فارق. يكشف لك بطن حتى لو هو بروفيشنال ومديه فلوس برضه، لازم نفس القصه تستاذن منه. وبعدين تقول له دكتور بنزل جنب العيان انسبكشن، ابص تنجنشن على الجاستريان، واقول للعيان اكتم نفسك، ابص كده اشوف الحركه دي. بعد كده اطلع اقول له خلاص خد نفسك، واحط ايديا البلب بتاع ميدل سفنجر، البلب اللي هو فين؟ البلب اللي هو ده، ده اسمه ايه؟ البلب اوف فينجر اهو، ده البلب. لكن اللي فوق دي اسمها التب اوف فينجر، التب التب. خلاص يبقى ده البلب اللي تحت، واللي فوق ده التب اوف فينجر. خلاص طيب انا هعمل اكزامينشن بالبلب بتاع ميدل سفنجر، بحطهم في البجاستر كده اهو، واحس البلسيشن، وبعدين نمره 3 احدد بقى جايه منين. يبقى انسبكشن نمره 2 بلسيشن، نمره 3 احدد جايه منين. اول حاجه الرايت فينتريكل، الف ايديا كده اهو بحيث تشاور على كتف العيان في اتجاه الشولدر، وانزل تحت البوست المارجن كده اهو، واقول له خد نفس جامد. لو خبطت في ايديا من فوق يبقى دي بجاستر بلسيشن. ما حصلش الف على الليفر ايد ورا وايد قدام، كومبريس على الليفر كده اهو، ده اسمه باي مانوال اكزامينشن. واقول له ايه؟ اكتم نفسك. يبقى انا لما كنت بشتغل رايت فينتريكل بقول له خد نفسك، هنا بقول له اكتم نفسك. لو جاي من الليفر هيحصل اكسبانشن اوف يور هاند. طيب مش جاي من الليفر، الف كده اهو واسيب الجسم خالص، وانزل جاست اباف ذا امبلاتس وكمبريس كده اهو اجنس الايه؟ فيرتبرا كولم. لو خبطت في ايديا وبدي جاي من الاورطة. طب اوريك وهو واقف عشان تعرف ايه اشتغلت ازاي. بعد ما عملت انسبكشن بعمل بالبيشن بالبلب بتاع ميدل سفنجر في الجسم كده اهو. كده انا حاسس الايه؟ البلسيشن. نمره 2 احدد جايه منين؟ الف كده اهو في اتجاه الرايت فينتريكل. ازاي؟ ايديك تشاور على كتف العيان، وبعدين دوس كده تحت القصه المارجن كده، وقول له خد نفس جامد. لو البلس خبط في ايديا من فوق يبقى ده جاي من الرايت فينتريكل. ما حصلش؟ الف كده اهو على الليفر هورزونتال، ويد ورا ويد قدام، كومبريس على الليفر كده اهو، وقول له اكتم نفسك، اكتم نفسك عشان الدايفرام ما يحركش الليفر. لو جاي من الليفر هتلاقي ايديك بيحصل لك سبانشن كده، سبانشن كده اهو. طيب مش جاي من الليفر، باقي الاورتك بقى، اطلع بره الجسم خالص، وانزل جاست اباف ذا امبلاتس وكمبريس بايديك الشمال في ايديك كده اهو اجنس الفيرتبرا كولا من كده. خلاص لو جت خبطت في ايديك يبقى دي جايه منين؟ جايه من الاورطه. يبقى التكنيك المره الاخيره انسبكشن جنب العيان بوست انجنشن، نمره 2 بالبيشن بالب ميدل سفنجر اللي بيجسترم كده اهو، نمره 3 تحدد جايه منين؟ جايه من رايت فينتريكل. ايديك تلف كده اهو في اتجاه الرايت فينتريكل، وتنزل تحت بوست المارجن وتقول له خد نفس عميق. لو خبطت في صبعك من فوق بتخبط في صبعك من هنا يبقى ده كده مين؟ الرايت فينتريكل انلارجمنت. ما حصلش لف فوق الليفر كده هورزونتال، وايد ورا وايد قدام، وكمبريس على الليفر كده اهو، وقول له اكتم نفسك عشان الدايفرام ما حركش الليفر. لو حصل اكسبانشن فور هاند كده يبقى دي جايه منين؟ من الليفر. ما عادش للاورطه، سيب الجسم خالص وانزل جاست اباف ذا امبلاتس وكمبريس بايديك الشمال فوق ايدك اليمين كده اهو، وقول له ايه؟ وكمبريس كده مالهاش علاقه بالنفس بقى، ولا خد نفسك ولا اكتم نفسك. لو حصل حسيت بحركه تحت ايديك يبقى دي جايه منين؟ من الاورطه. وهي نورمالي بتيجي من الاورطه في الدول سن تنس انديفيدوال رفيعين، يعني الوقت انا حاسسها عنده كان بيجسر من اهو تحت عند الفلاتس. جايه منين دي؟ يبقى دي جايه من الاورطه. ماشي؟ طيب نمره 2 سوبرا ستيرنال هنا اهو في النوتش ده. لا هنا ما فيش حاجه غلط، الانسبكشن بس يكتم نفسه، الانسبكشن يكتم نفسه، والبيشن ما يكتمش نفسه. لما تيجي بقى تحدد رايت فينتكل ياخد نفس، ليفر يكتم نفس. هنا معدي يمين اورت ارش معدي كده اهو، اورت ارش معدي كده اهو، معدي ورا مانيبرا. فهو نورمالي بيسمع هنا اهو النوتش ده بلسيشن. يبقى اذا معنى كده ان النورمال بلسيشنز هي اللي بجاستريك والسوبرا ستيرنال. دي النورمال بلسيشن، دي بتاعت مين؟ دي بتاعت الابدون اورت اهو اهي، دي نورمال. خلاص دي بس بلسيشن، دي بجاستريك وسوبرا ستيرنال، دول هم النورمال بلسيشن.
دي جايه من ادمن الاورطه ودي جايه منين؟ اورطه القرش. تحسها ازاي دي؟ نايم العيان التكنيك بقى بتاع السوبر ستيرنا بقى كده، خلصت بجاستريك انا شغال سوبر ستيرنا، وانا واقف جنب العيان ابص فيرتيكالي على السوبر ستيرنا نوتش واقول له اكتم نفسك عشان احيانا لما يكون عنده نهجان او عنده سي او بي دي تلاقي النوتش ده عمال يطلع ويدخل يطلع ويدخل، بلج ريتراكشن بلج ريتراكشن صح؟ انا بقف فيرتيكالي كده اهو ابص على النوتش واقول له اكتم نفسك وابص على البلسيشن، شفت البلسيشن؟ خلاص يا عم خد نفسك. باجي بالتب في اندكس اند ميدل فينجر فيرتيكالي واحطهم في النوتش كده واحس. طب يا دكتور يعني وضع الريزميشن كده اهو اللي هي متعلقه كده؟ لا، ريح ايديك كده اهو عليه عامل ابرم استناي، ريح ايدك كده اهو خلاص وبالتب في اندكس اند ميدل حس البلسيشن كده اهو. بتحس يا دكتور البلسيشن تحت الايد نورمالي جاي من الاورطه القرش ماشي؟ اقف يا عم ورعني. شوف انا عملت انسبكشن للنوتش وانا واقف جنب العيان وبعد كده بالبيشن بالتب في اندكس اند ميدل بالتب والصبعين فيرتيكالي بقى ريح ايدك عامل ابرم كده ودوس كده اهو كده انت حاسس ايه؟ كده انا بحس ان بيجي السوبرا ستيرنا بلسيشن التيب في اندكس اند ميدل والصبعين فيرتيكال وايديا مريحه على صدر العين كده، ده التكنيك دي نورمال بلسيشن خلاص. طيب ايه تاني بقى؟ في عندك اورتك وبالمونري، البالمونري ارتري ماشي هنا اهو على الشمال هنا اهو كده، ده البالمونري ارتري تحت الاسترنا، والاورطه ماشيه على اليمين تحت الاسترنا برضه، فعشان كده دي الاورتك اريا ودي البالمونري اريا ماشي. طيب في نورمالي بلسيشن هنا؟ لا مفيش هنا اي بلسيشن لان ده مستخبي تحت السترنم والبالونه مستخبي تحت السترنم، يعني معنى كده الاورطه والبالونه دول ما فيهمش حاجه نورمال، نورمالي فاضيه ودي الايبكس بظهر، فلما الايبكس تبقى تحت يبقى القاعده بتاعت الهرم فين؟ فوق، فبيسموا المنطقه دي البيز بظهر، يبقى الاورطه والبالونه مع بعض اسمهم البيز، والبيز فوق يبقى الايبكس تحت اهي خلاص. طيب لما يجي يقول لك اكزامن البيز البلسيشن يبقى الاورطة والبالونة مع بعض. اكزامن البيز اوف ذا هارت يبقى الاورطة والبالونة مع بعض. يبقى اكزامن الايبكس الايبكس تحت. طب البيز دي فين؟ اورطة والبالونة مع بعض. طيب يبقى نورمالي في ايبكال بلسيشن لكن مفيش ايه؟ بيز بلسيشن، مفيش حاجة اورطة والبالونة. لأن الاورطة تحت السيرنم والبالونة تحت السيرنم. لو الاورطة خرج بره السيرنم ازاي يعني؟ واحد حصل له هايبرتنشن فالاورطة ضربت كده اهو وسع كده اهو. ايه ده؟ خرج بره السيرنم. ساعتها هيعمل لك دالنس في الاورتك اريا وبلسيشن في الاورتك اريا، دالنس في الاورتك اريا وبلسيشن في الاورتك اريا ودايستوليك شوك في الاورتك اريا. ايه الدايستوليك شوك ده؟ اللي هو سترونج سكندر ساوند تحسه بايديك، ده لو فيها هايبرتنشن او انيوريزم. طيب والبلمونري لو حصل بلمونري هايبرتنشن او بلمونري انيوريزم هيخرج هو كمان بره كده اهو ويظهر لك بره فين؟ في السبيس. هيعمل لك دالنس في البلمونري اريا، دالنس في البلمونري اريا ويعمل لك بلسيشن في البلمونري اريا ودايستوليك شوك في البالون اريا، دالنس ودايستوليك شوك وبلسيشن خلاص. دخلوها يا جماعه، دخلوها كده اهو كده، دخلوها خلوا يا جماعه فيها مكنه هاتهم يا جماعه معلش هديهم يعني. دلوقتي احنا شغالين في الاورتك والبالونري بلسيشن ماشي. الاورطه اصلا نورمالي بتتخبي تحت الاسترنوم مش بيسمع هنا ولا بلسيشن ولا ضلس ولا حاجه. لما بيحصل سيستميك هايبرتنشن او اورتيك انيوريزم بيضيليت ويخرج لك بره كده اهو، يخرج لك بره كده يا مرة. بص اهو بالشكل ده كده الاورطة خرج بره الاسترنم هيعمل ايه بقى في الاورتيك اريا؟ هيعمل بلسيشن وضلس ودايستوليك شوك، بلسيشن على الاورتيك اريا وضلس على الاورتيك اريا ودايستوليك شوك يعني سكندر ساوند فيري سترونج تحسه بايديك. والبلمونري برضه مستخبي تحت السيرنم، لما بيحصل بالمونري هايبرتنشن او يحصل بالمونري انوريزم بيخرج بره الاسترنم كده اهو في البالمونري اريا ويعمل لك بالسيشن ودالنس ودايستوليك شوك في البالمونري اريا. يبقى اذا البيز اوف ذا هارت نورمالي مفيش عليه بالسيشن ولا دالنس ولا دايستوليك شوك، انما لما بيحصل سيستميك هايبرتنشن او بالمونري هايبرتنشن لما بيحصل اورتيك انوريزم او بالمونري انوريزم بيحصل على البيز اوف ذا هارت بالسيشن ودالنس ودايستوليك شوك. هتعمل انسبكشن عينه وهو نايم وبعدين بالبيشن. البالبيشن بيتعمل ازاي؟ البالبيشن كده بنجيب بص معايا كده اهو بتنزل كده من فوق كده لحد ما تحس المطب ده اسمه لوز انجل، جنب اللوز انجل السكند ريب، تحت السكند ريب تحط صبعين الاندكس والميدل بحيث يكون الميدل عند الايدج بتاعت السيرنا وتريح لك على دي على فكره كده اهو بالتب كده مش كده كده بالبالب غلط، ايديك ايه واقفه كده اهو
بص بالتبقوا انكس الميدل تحس ايه بقى؟ هتحس البلسيشن والدايستوليك شوك. هتحس البلسيشن والدايستوليك شوك. طيب تتحرك اللي هو هورزونتالي على البالون اريا تحس البلسيشن والدايستوليك شوك، ولو موجود يبقى ابنورمال. خلاص لما تخلص الاكزامينشن بقى هتشيل صابعك وتنزل بالروت، ده اسمه الروت فينجر. الروت ده بيحس باي فايبريشن، بيحس باي ثريل. هتنزل بالروت كده اهو على البالمونر اريا وترجع كده على الروت على مين؟ الاورت اريا. دي كده زياده من عندك بتعملها ليه يا ابني؟ يا دكتور بتكسبلود الثريل والبالمونر ستينوسس، بتكسبلود الثريل والاورت ستينوسس، مع ان حالتك مش كاردك اصلا، يعني ما ينفعش حتى الاورت ستينوسس ولا البالمونر ستينوسس، بس ده تكنيك. يبقى بعمل اكزامينشن ازاي تاني؟ نايم العيان وابص الانجنشر على الارياز دي وبعدين بالبيشن وانا جنب العيان بنزل من النوتش كده اهو لحد ما قابل المطب. يعني المطب ده اسمه ايه؟ لوز انجل. جنبه سكند ريب. بتكلم الدكتور، ده بتكلم الدكتور بتاعك كده، ما هو اسكي بقى عايز اعرف انك عارف كل كلمه. بنزل من السوبر سيان نوتش لحد ما قابل المطب هنا اسمه لوز انجل، جنبه سكند ريب، بحط الاند في الميدل على سكند سبيس اهو بارا استرنال يعني جنب الاسترنال، والصبعين فيرتيكال اهو مش يبقوا كده، لا يبقوا فيرتيكال كده اهو. خلاص واقول عينك تنفسك نورمالي ما بحسش بحاجه. لو حسيت ان في بلسيشن ودايستوليك شوك يبقى عنده سيستميك هايبرتنشن. كده هو اللي عمله الحته دي. ارجع اتحرك هورزونتالي كده اهو كده لحد بالمون اريا واحط صبعيني فيرتيكال باراسيرنال، نورمالي ما بحسش بحاجه. لو حسيت بلسيشن ودايستوليك شوك يبقى عنده ايه؟ بالمون هايبرتنشن. الانوريزم بيعمل بلسيشن بس، اللي بيعمل بلسيشن ودايستوليك شوك هو الهايبرتنشن. خلاص تشيل صابعك وانزل بالروت فينجر على البالون اريا كده وارجع بالروت على مين؟ على اورتيك اريا كده. بتعمل كده ليه يا ابني؟ تو اكسكلود السريل بالمونر ستينوزس اند اورتيك ستينوزس. اللي عايز مذكرة الكارد فين يا جماعه؟ زي ما انا بشرح كده ما تكتبش مذكره بتاعت اسر، اللي عايز يرفع ايده عشان يصورها له. مش كده اللي في الموبايل؟ لا دي تعمل جوز لو بعد فتره بيروح جاي. تاني بقى نعملها بقى سيستماتيك. نعمل بقى يا عم، بص يا دكتور بقى، انا دلوقتي هعمل اكزامينيشن لمين؟ للاورتيك والبالمونري بلسيشن. شوف بقى السؤال ده اكتبه معايا يا ريت كده اهو. شوف سؤالين اهم غير بعض خالص. بص السؤال بيقول، السؤال ده بيقول اكزامين بلسيشن اون بيز ذا هارت، او يقول لك بيز بلسيشن. ده سؤال غير السؤال ده خالص. شو السؤال التاني بيقول ايه؟ بيقول اكزامن البيز اوف ذا هارت. شوف السؤال ده غير ده. السؤال ده غير ده. الاثنين بس كهم. ده غير ده. اكزامن بلسيشن على البيز ولا اكزامن البيز؟ ممكن البيز بس، ممكن يقول لك بلسيشن على الاورطه، بلسيشن على البلمونري. شوف السؤالين بقى جوجل ازاي. اول سؤال اكزامن بلسيشن على البيز. شوف اعمله ازاي. يا دكتور البيز اوف ذا هارت اللي هو السكند سبيس باراستيرنال، على اليمين اسمه اورتيك اريا، على الشمال بالمونر اريا. نورمالي مش عليهم بلسيشن ولا دالنس ولا دايستوليك شوك. لو في بلسيشن او دالنس او دايستوليك شوك يبقى في بالمونر او سيستميك هايبرتنشن، بالمونر او اورتيك انوريزم. كده عارف انت بتتكلم في ايه. تنزل جنب العيان وبص انجنشر على اورتيك بالمونر اريا على البيز اوف ذا هارت. اقول له اكتب نفسك. ليه اكتب نفسه يا ابني؟ عشان لو في ديسنيا هيحصل بالجو ريتراكشن في السبيس وانا مش عايزه يتحرك. اكتب نفسك ابص تنجنش كده اهو مش شايف حركه ولا على اورتك ولا بالمونري. خلاص يا عم اعمل بربيشن بقى. بربيشن ازاي؟ بالتب في انكس الميدل بنزل الدكتور من السيبر سيان نوتش كده لحد ما يقابلني مطب هنا اسمه لوز انجل، جنبه سكند ريب، تحت السكند ريب السكند سبيس، بحط الانكس الميدل فيرتيكالي واحس مين؟ اورت بالسيشن. وبعدين بتحرك كده اهو هورزونتالي بالمونري اريا جنب الاسترنم واحس بالمونري بالسيشن. لو في عنده بالمونر هايبرتنشن هتلاقي بالمونر بالسيشن ودايستوليك شوك. لو عنده بالمونر انوريزم هتلاقي بالمونر بالسيشن بس. طب وهنا لو عنده اورتيك انوريزم هتلاقي بالسيشن بس. عنده سيستميك هايبرتنشن بالسيشن ودايستوليك شوك.
بعد ما نخلص يا دكتور بنزل بالروت اهو، شوف ليك عامل ازاي بالروت اهي على البالونر اريا وارجع على الباي اورتيك اريا. ليه بتعمل كده؟ تو اكسكلود ستريل بالونر ستينوزس او اورتيك ستينوزس. ده ستروك شوك هقول لك عليه دلوقتي. بص خلاص كده يا جماعه خلصت الاستريل. ده كده السؤال كان اكزامن ايه؟ اكزامن بالزيشن على البيز. شوف بقى السؤال الثاني يوسكي برضه اكزامن البيز بظهر. قول له يعني هعمل انسبكشن وبالبيشن وبركشن وسكالبيشن. سؤال ثاني خالص اهو. انسبكشن بالبيشن يا دكتور الاول. اهو بص بنزل جنب العيان ابص تنجنشال اورتو بالمونر اريا اكتب نفسك مش شايف حاجه. ارجع كونفيرم بالبالبيشن بنزل بسورة سنوتش قابلني مطب اسمه لوز انجل جنبه السكند ريب تحت السكند سبيس الصبعين فيرتيكال كده اهو. وبعدين اتحرك كده قصاده بالمونر اريا والصبعين فيرتيكال كده. لو حسيت بالسيشن يبقى ده اورتو انوريزم او بالمونر انوريزم. حسيت بالسيشن بالستروك شوك يبقى ده هايبرتنشن هايبرتنشن. خلاص كده. وانزل بالروت على البالونر اريا توكسكلود ستريل على البالونر اريا والروت تاني على اورتو اريا توكسكلود ستريل اورتو سنوتش. كده خلصت سبيشن بالبيشن. بركشن يا دكتور بتحرك ازاي في البركشن؟ باجي من الميد كيبيكال لاين والصباع فيرتيكال بخش كده لحد الاسترنا والناحيه الثانيه نفس الكلام. اوقف العيان اوقف عشان نشوف بعمل ازاي البركشن. صباعك فيرتيكال يعني كده صح كده صح. المهم يكون فيرتيكال. طيب على اورتو اريا اتحرك ازاي؟ هحط صباعي على الميد كيبيكال لاين واخبط عليه في اتجاه الاسترنا. هيفي بركشن هيفي بركشن نورمالي نو دالنس على اورتو اريا. وارجع اقرر نفس الكلام على البالونر اريا من ميد كيبيكال لاين فيرتيكالي فيرتيكالي اهو لحد الاسترنا نورمالي نو دالنس على البالونر اريا. لو في دالنس يا ابني تقول له يا اما دايليتد ارتري يا اما فيوجن بركادر فيوجن. يعني لو في دالنس هنا يا دايليتد ارتري يا اما فيوجن. ايه اللي يخلي الارت دايليتد؟ الهايبرتنشن والانوريزم. طيب تفرقهم من بعض ازاي يا ابني؟ سيب انا ليه دالنس نام كده يا عم. انا عملت اكزامينشن دلوقتي وليه دالنس شوف هيكون وضعي ازاي. بتحرك البالون اريا كده اهو. دي الدنس على البالون اريا. اعمل ايه بقى؟ الف صباعي هورزونتال كده اهو. وبعدين الزق صباعي في صدر العيان، قاعد العيان كده. اهو. وصباعي ما يتحركش. واستنى دقيقتين مش خمسه. واخبط تاني. لو ستيل ضل يبقى ده كده دايليتد ارتري. لو تبنى ريزوننت يبقى ده بريكارد فيوجن ونزل لتحت. يبقى الشيفتنج دالنس اللي حصل ده دليل ان في بريكارد فيوجن. يبقى وانس انك لقيت دالنس لازم تعمل شيفتنج دالنس. الشيفتنج تعمل ازاي؟ العيان كان نايم قعدته. كان نايم قعدته. تاني انا كنت على بالون اريا ولقيت ان في ايه؟ دالنس اهو كده بخبط كده اهو كده لقيت دالنس كده اهو. لفيت صباعي هورزونتال وثبته في صدر العيان وقعدت العيان كده اهو. وبعدين استنيت دقيقتين وخبطت تاني. لو ترن ريزونانت يبقى بيركارد الفيوجن نزل لتحت. لو ستيل ضل يبقى ده ضليت الارض. على اورتو كده نفس الكلام. شغال كده اهو ضلنس اهو بركشن بركشن ليه ضلنس. رحت لابس صباع هورزونتال ومقعد العيان. برضه ودقيقتين واخبط تاني. ترن ريزونانت يبقى ده الفيوجن نزل لتحت. ستيل ضل ضليت الارض. طيب بالنسبه للمقارنه بقى عشان خاطر بقى ايه الكلام حاضر في دماغك. لو عايز تعمل شيفت دالنس في حاله تشيست تعمله ازاي؟ سين ده حاله تشيست وعنده على الرايت سايد هايدرو نيوموثوراكس الميه تحت والهواء فوق. يتعمل ازاي بقى الشيفت دالنس على الشيست؟ وهو قاعد بخبط ازاي؟ بتاعتهم كده. وهو قاعد بخبط ازاي؟ ده حاله تشيست بقى هايدرو نيوموثوراكس. بخبط على الفيرست سبيس تحت الايه؟ الكلاب ريزونانت. على السكند سبيس ريزونانت. على الثيرد سبيس لقيت دالنس. الدالنس ده جايز يكون هايدرو نيوموثوراكس وجايز يكون نيمونيا او كولابس. اعمل ايه؟ انيم العيان نام على ظهره. شوف انا بدات وهو قاعد بدات وهو قاعد وانيمه واستنى دقيقتين الميه تنزل تحت الهواء يطلع فوق اخبط تاني ترمي ريزونانت كده يبقى ده هايدرو نيوموثوراكس. تستيل ضل يبقى ممكن يبقى ايه نيمونيا كولابس الليفيت كوبلا بتاعتران حاجات كتيره جدا. يبقى ايه الفرق بين شيفتنج دالنس في حاله تشيست وشيفتنج دالنس في الكارديو؟ في الكارديو بخبط وهو قاعد وهو نايم وقاعد العيان الميه تنزل تحت ترن رجلا. لكن في الشيست بخبط وهو قاعد ونايم العيان الميه تروح لورا والهواء يجي قدام ترن رجلا. خلاص. طيب ده ايه نمره 2 في الاكزامينشن. نمره 3 الاوسكالتيشن تسمع البالمونري اريا واورتيك اريا. معقوله؟ ما هو سؤال اكزامين البيز ده سؤال كبير
وممكن يبقى سؤال كده اهو اكزامين بارتيشن على الاورتيك اريا او اكزامين الاورتيك اريا طلع بقى منه 50 سؤال اكزامين بارتيشن على البلمونر اريا او اكزامين البلمونر اريا شوف كام سؤال يبقى ممكن اشيل بيز واحط بلمونر اريا او احط اورتيك يبقى خلاص كلامك فهمته بقى هتسمعه ازاي سمع هتسمع ليه بيز ظبط ازاي سمع يا جماعه بسرعه بص يا دكتور بقى هسمعها ازاي سمعتك في ودنا وبعدين هتسمع مثلا بالون اريا ولا هتسمع اورتك 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 تحط سماعتك على اورتك اريا بتحددها بايديك مش تحط سماعك كده اهو لا هي فين اورتك اريا قدام الدكتور كده اهو سماع ماسكها كده لوز انجل السورس نوش لوز انجل اهي سكند ريس سكند سبيس بتحط سماعه قدام ولا يعني انت ايه بتحدد مكان مين اورتك اريا اول ما تحطها قاعد العيان ومايل قدام سيتنج اند ليفنج فورورد ده وضع الاكزامينشن او وضع الاوسكلتيشن بتاع اورتك اريا سيتنج اند ليفنج فورورد وانت شغال بتمسك ريديال بالس علشان تعمل ايه ريديال تايمينج وتميز بقى هتبقى سامع لفظ ده لفظ ده يعني سامع الفيرست والسكند اوعى تجيب سيره الفيرست لما تيجي تعمل كومنت على الفيرست يبقى تحت عليه بيكسل ايه وتراجست شغال على اورطه تقول السكند بس مالكش دعوه بالفيرست نمره 2 مش عليك اديشنال ساوند فوق يعني ايجيشن كليك مش عليك ايجيشن كليك مش عليك تسمعه بس في نظري اه تسمعه ريت لا صعب عليك ماشي لكن هقول لك بسمع ازاي برضه الواد عامل ريدل تايمنج ليه؟ علشان اميز الفيرست من السكند. الصوت اللي انا سامعه سامع لاب دب. الصوت اللي ماشي مع البلس هو ده الفيرست. مالكش دعوه بيه علق على اللي وراه السكند. يبقى الصوت اللي ماشي مع البلس ده الفيرست. لاب لاب مالكش دعوه بيها دي. علق على دب بقى اللي بعديها سكندر ساوند. تقول لي عالي ولا واطي؟ والله لو حالتك فالفلر يعني فيها اورتك ستينوز او ريجيرش يبقى واطي اوتوماتيك. لان هما الاثنين روماتيك اللي عندنا. وكونجنت الاثنين لو فيها اورتك ريجيرش او ستينوز الميزه بقى هنا طول ويك ويك سكندر ساوند على طول انما الحاله ما فيهاش فالفس يبقى نورمال امال امتى الحاله اللي تقول فيها سترونج سكندر ساوند ده هايبر تنسيف بسيطه جدا اهي يعني لو حالتك ضغطك كام يا عم؟ قال لي 170 يبقى انت مش هايبر تنشن عندك حاجه في الاورطه ما هو عارف بتوشوشه كده لا ما عنديش تمام يبقى نورمال سكندر ساوند لا ده انا عندي اورطه سنوز او ريجيرش لا يبقى ويك سكندر ساوند لا ده انا عندي هايبر تنشن اه الضغط بتاعي كام؟ 160 على 120 اه يبقى انت عندك سترونج سكندر ساوند يبقى انا ده ثانيه ما انت مش عندك اكسبيرينس تقول بيها ما سمعتش قبل كده انا بجيبها ازاي بساله اسئله ضغطك عالي ولا واطي عندك حاجه في الاورطه وعامل ريدي تايم قال كومنت على ايه على سكندر ساوند هنا مالكش دعوه بالاديشنال مش عليك ريجكشن كليك تسمعه امال عليك ايه بقى الميرمر لو سمعت ميرمر على المنطقه دي يبقى اورطه ستنوزس ده اوكي تعال تعال الميرمر الوحيد في الكارديو اللي على اليمين هو اورطه ستنوزس ده ميزه الاورطه ستنوزس ده مش هيبقى فيه ليه اولا هو الميرمر الوحيد اللي بيسمع على اليمين يا موقع ماشي سباب ركز معايا الميرمر الوحيد موجود على اليمين الوحيد اعلى صوت في الكارديولوجي اورتك سينوس تاني كده مش ايه مش بتاع غلط دي اصل لك يا دكتور انا هموت افهم الفالفات دي مش عارف احفظها يا ولا عارف افهم الميرمر ولا عارف اسمع حاله كارديو طب ما تسمعه معايا واحده واحده الميرمر الوحيد على اليمين يبقى اورتك سينوس ايا كان عالي او واطي ايا كان الدنس بتاعته هو ده اورتك سينوس الوحيد اللي على اليمين واعلى صوت في الكارديولوجي ولما تشيل سماعتك وتلمع كده اهو حط ايديك تلاقي فايبريشن زي بتاعت الموبايل بالظبط يبقى ده ايه؟ اعلى صوت في الكارديولوجي اولا الميرمر الوحيد سمع فين؟ يمين نمرة اثنين اعلى صوت في الكارديولوجي محدش يلخبط عليه وش كده جامد ثالثا شيل السماعه وحط ايديك تحس سريل خلاص؟ السريل ده لو طلعت معايا نوع الرقبه العيان هتحسه؟ هتحسه تاني اه لو طلعت معاك كده اهو هتحسه تاني ترانسميتد طب تسمعها ازاي بقى؟ انا كنت قاعد عيان اقعد مايل قدام وضع الاكزامينشن اهو قاعد كده اهو مايل قدام وماسك البلس هو عنده اورطه تنوز بقى دكتور انا سامع سيستوليك ميرمر على اورطه مش تتفز بتقول له ايجكشن سيستوليك هو انت سونار هو انت ايكو عرفت ايجكشن دي منين ايجكشن او ميد سيستوليك عرفت منين ميد سيستوليك انت قست الايزومتريك فيز وبورتر سيستوليك فيز مش الفرع لا كده يبقى انت حافظ بقى انا سامعك ده امال تعمل ايه انا سامع سيستوليك هارش ميرمر عليه على اورتك يعني ميرمر في وسط السيستول وهارش صوته عالي ادي انت هتقول سامع ايه سيستوليك هارش ميرمر على اورتك ماشي مع مين مع الفيرست ار ساوند عشان كده قلت سيستوليك ما انت عامل ريديال تايمينج هتلاقي صوتك لو بص مع الفيرست ار ساوند ساعه ما تحس البلس تلاقي ليه تلاقي الصوت فوق اهو في نفس لحظه البلس ده مين ده تقول له سيستوليك هارش ميرمر على اورتك ما تقولوش بقى اجيكشن سيستوليك ما تقولوش دايموند وميرمر ما تقولوش كريشندو ريكريشندو ما هو انت مش ايكو انت مش دوبلر عشان تقول كده انت قول اللي انت سامعه سيستوليك كارش ميرمر
وبعدين يا دكتور الميرمر ده، بص معايا كده بقى هعمل ايه، بص معايا كده اهو، الميرمر ده بروباجيت ابور تو ذا روت اوف ذا نيك. شفت عملت بروباجيشن ازاي؟ انا كنت هنا مش بطلع كده اهو مره واحده، لا بطلع كده. بص انا كنت في السماعة الاورتيك اريا، الميرمر بروباجيت للروت اوف ذا نيك، شفت نقله نقله بالراحه ازاي، وبروباجيت للايبكس، شفت نازل ازاي اهو اهو في اتجاه الايبكس. لكن مش تشيل سماعه تحطها لينا اهو، ما ينفعش، عشان تبقى متاكد الميرمر ده نازل من فوق تمشي معاك، هتلاقي الفولت ديت موجوده معاك وعمال تضعف 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 لحد ما توصل الايبكس. انما لما مشيلها تروح تحطها على الايبكس يمكن عنده مطر القرش، ايه اللي عرفنا ان ده بيعمل بروبوجيشن. يبقى تاني بقى البروبوجيشن بعمل كومنت عليه ازاي، سماعتك على الاورتيك اريا اتحرك بقى اهو، الميرمر بروباجيت ابورد تو ذا روت اوف ذا نيك، وارجع تاني كده اهو، الميرمر بروباجيت داون وورد للايبكس، وبعدين شيل سماعتك وحط ايديك كده اهو اسوشيتد ويز ثريل على الاورتيك اريا. اي ستنوز لازم يكون معاه ثريل سواء اورتيك او مايكرا، لازم اسوشيتد ويز ثريل على الاورتيك اريا. دي تكنيك من ضمن التكنيكات. يبقى انا عملت عشان اسمع عملت كام حركه بقى دلوقتي، قعدت العين الاول عشان اسمع ميزت فين اورتيك اريا، حطيت سماعتي مسكت الريديال، قلت له يا دكتور حالتك اورتيك ستنوز بقى، يا دكتور السكند ار ساوند ويك، فين يا ابني السكند اللي ماشي مع مع البلس والفيرست اللي بعد منه السكند، نمره 2 هتلاقي فوت 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 ماشي مع البلس، وسامع كمان سيستوليك هارش ميرمر على اورتيك اريا. الميرمر ده سيب بقى البلس مش لازم بقى خلاص، ما انت عرفت ان السيستوليك كان وظيفه البلس تميز الميرمر سيستوليك ولا دايستوليك، وليك ميزت بروباجيت ابورد تو ذا روت اوف ذا نيك، بروباجيت داون وورد تو ذا ايبكس، بس متشكرين خلاص كده. ادي بس خطيش شلت سماعتك حط ايديك وقول له ايه اسوشيتد ويز ستوليك سليب. يبقى اول حاجه بتحدد اورتيك اريا، تاني حاجه تمسك البلس، تالت خطوه كومنت على السكندر ساوند، رابع خطوه الميرمر اللي انت سامعه ده ستوليك ولا دايستوليك، الخمسه البروباجيشن بتاع الميرمر، السادسه شيل السماعه حط ايديك تحس الاسفل، سته دي ستيبس. هو بيقعد معايا ورقه كده اهو ونيبروسكي والاسكس، اول حاجه استاذن عيان يديك علامه، حط دي صح يديك علامه، انسبكشن صح علامه ثانيه، طلع كومنتس علامه ثالثه، لحد ما تطلع ايه؟ ثلاث درجه نهائيه 20 درجه. كل 20 درجه دول مثلا كل حركه بضربتين، حاجه 10 حركات، تكنيك خمس حركات، تكنيك سبع حركات، بقسم لك درجات عليهم. فتلاقي نفسك بتاع حركه مظبوط، واحد 10 من 20، واحد 1 من 20، واحد 19 بالظبط على قد ما انت اشتغلت. استاذن عيان ادي درجه. عمل انسبكشن صح، بالبيشن صح، حدد المنطقه صح، هو قاعد قدام منك اهو. اسهل حاجه امتحان اوسكي بالنسبه له هو. مش فيه هيستوري ولا فيه نظري. بالنسبه لك انت مريح برضه. تكنيكس بس، تنفذها صح تاخد الدرجه بتاعتك. ادي الاوسكي يا عم. 100 درجه اخر السنه ببلاش. وفي امتحان الراوند اهو برضه درجات ببلاش. على تكنيكس بس، لا نظري ولا هيستوري ولا اي حاجه. طيب. اورتيك اريا ولا تاني؟ خلاص دي اورتيك اريا؟ لسه بقى. انا لسه شغال دلوقتي في البيز، جاوبت دلوقتي سؤال واحد اهو. السؤال الثاني لسه بقيت سؤال بقى. اكزامن البالمونري اريا. البالمونري بقى وضع الاكزامينشن ازاي وهو نايم؟ البالمونري اكزامينشن وهو نايم يا بنات. ازاي يعني؟ بص كده بحدد فين البالمونري اريا. اهو ادي سوبر سنوش لوز انجل سكند ريس سكند بيس، بحط سماعة البالمونري اريا. يبقى البالمونري اريا دكتور بعملها ازاي وهو نايم؟ وامسك ريدي البالس عشان اميز الفيرست من السكند. العيان لو عنده بالمونري هايبرتنشن مثلا يعني هتقول ايه؟ سترونج سكند ارسام. طب عنده بالمونري ريجرج او ستنوزس يبقى ويك سكند ارسام. ما عندوش حاجه في البالمونري يبقى نورمال. ومعظم حالاتك ما عندهاش حاجه في البالمونري. غير بس عيان مادر ستنوزس هتلاقي عنده بالمونري هايبرتنشن. معظم حالاتك ما عندهمش بالمونري ريجرج ولا ستنوزس. الاطفال في بالمونري ستنوزس في البطن ما فيش لا ريجرج ولا ستنوزس. الا حالة مادر ستنوزس ممكن يبقى معاها بالمونري هايبرتنشن. خلاص؟ طيب انا حاطط سماعتي كده اهو. رير لما تسمع الحته دي يعني رير اللي يكون فيها حاجه غالبا نورمال يعني. حاطط سماعتي وماسك الباص عشان يميز الفيرست من السكند. وبعدين يا دكتور السكند ار ساوند نورمال. وبعدين مفيش ميرمر. اول حاجه بالمونري ستنوزس مثلا. السكند ار ساوند ويك. وسامع سيستوليك ميرمر على البالمونري. كده بالمونري ستنوزس بقى. خلاص هو قاعد زي ما هو. تعالى بص بقى هعمل ايه؟ المفروض عيل نايم على ظهره. انا ما عادش انا اوريك. كده الحاله بتاعتك بالمونري ستنوزس. شوف هتعمل ايه بقى؟ سامع سيستوليك هارش ميرمر على البالمونري. اطلع كده اهو بروباجيت ابورد دروت اوف ذا نيك وبروباجيت داون وورد للتراكاسبيد. يبقى ابورد دروت اوف ذا نيك وداون للتراكاسبيد. يعني معنى كده الاورطه والبلمونر الاثنين بيطلعوا فوق الكارب، لكن الاورطه بينزل على الايبكس وده بينزل على التراكاسبيد، كل واحد بيروح للفنتركل بتاعه. خلاص ده البروباجيشن. يبقى الاثنين بيتسموا فين؟ اهو بروباجيشن الاثنين ابورد
بس الاورده بينزل ايبكس برمودا بينزل تراجاسما خلاص ده البروباجيشن ده كان ده لو حاله فالوتراجي في الاطفال وفيها ايه بالونر ستنوس لكن في البطنه ما عندكش بالونر ستنوس خالص في عندنا في البطنه بالونر ريجيرش وطبعا لو طلع بالونر ستنوس شيل سماعتك وحط ايدك عشان تحس سريلي طب بالونر ريجيرش يا دكتور الموست كومن كوز بالونر ريجيرش هو ايه فانكشنال اه بسبب البالونر هايبرتنشن مش روماتيك ومش كونجنيتال ومش سيرجيكال ومش روماتيك الموست كومن فانكشنال علشان بالونر هايبرتنشن طيب اسمعه ازاي اولا البالونر ريجيرش بتاع البالونر هايبرتنشن اسمه جرام ستيل ميرما اول حاجه هتلاقي السكندر ساوند ستروب ما ان احنا قلنا اي فالف ليجن سواء اروتا بالونري هيعمل ويك سكندر ساوند لا لو سبب البالونر ريجيرش بالونر هايبرتنشن بسترونج سكندر ساوند خلاص طيب نمره 2 هتلاقي دايستوليك ميرمر على البالونر اريا الميرمر ده بروباجيت داون وورد لمين التراكاسب اهو ميرمر هنا بينزل داون وورد التراكاسب خلاص انسى ده خالص اولا مش هيقابلك ثانيا ما حدش بيزنقك في الامتحان حاجه ممكن تسمع من الجرش الامتحان اسئلتك واضحه تسمع اورطه وايبس هم دول اكتر حاجه بتسال اهي اسمع اورطه واسمع ايبس اكتر حاجه بتسال خلاص لكن صعب يسالك بالونر التراكاسب انا كده يا جماعه كان السؤال بتاعي ايه اول سؤال اكزامين بارتيشن على البيز السؤال الثاني اكزامين البيز وظهر خلاص نرجع نكمل بارتيشن بقى اقف يا عم بعد ما خلصنا بالمونر الاورطه في ايه تاني بقى عندنا خلصنا كده بالمونر الاورطه خلاص في بارتيشن ثانيه غيرهم اه لسه في جيم ايه هم بقى بص كده معايا ركز نرسم رسمه ثانيه اهو الرسمه بتاعتنا ايه ادي سكند ريد سير فورس سكند ريد سير فورس هيبس ادي الاورت اريا اهي وادي البالون اريا اهي اللي هو السكند سبيس الثيرد سبيس والفورس سبيس الثيرد سبيس والفورس سبيس بيسموهم بارا ستيرنال اريا بارا ستيرنال اريا في هنا بارتيشن على الرايت بارا ستيرنال اريا وبارتيشن على الليفت بارا ستيرنال اريا خدنا كام بارتيشن دلوقتي الابيجاستريك اهي وسوبر ستيرنال اهي اهو الابيجاستريك سوبر ستيرنال اورتيك وبالمونري رايت بارا ستيرنال وليفت بارا ستيرنال يبقى الكاردك بارتيشن 6 الابيجاستريك وسوبر ستيرنال اورتيك وبالمونري رايت بارا ستيرنال وليفت بارا ستيرنال 6 والابيكس 7 بتاعتها 6 والابيكس 7 بتاعتها تعال بقى نشرح بارا ستيرنال دي مصدرها ايه الليفت باراسترنال مصدرها الرايت فنتريكل دي كده مصدرها الرايت فنتريكل لكن الرايت مصدرها الرايت اتريوم او انوريزم ينزل من الاورطه انوريزم ينزل من الاورطه لان الهارت عامل كده عامل ازاي اهو 2 3 4 5 عامل كده اهو الهارت منظره كده الاورطه اهو الناحيه اليمين والبالمونري اهو بالشكل ده والهارت ده كله كده الليفت فنتريكل في الحته دي حتى ليه كده الليفت فنتريكل وكل ده كده اهو رايت فنتريكل وهنا بس رايت اتريوم في المنطقه دي يعني رايت اتريوم عليه انا على اليمين وده كله رايت فنتريكل والايه الليفت فنتريكل ليه بكس بس فلو في بوزيشن على رايت باراسترنال على الليفت باراسترنال يبقى ده كده ايه رايت فنتريكل طب على رايت باراسترنال يبقى ده رايت اتريوم او انوريزم الاورطه تحس البوزيشن ازاي بقى بتنام العيان نعم ركز مع بعض خلاص اورطك بالونري هنشرح لك براسيرنا بقى ماشي نعمل عيان تنزل جنب عيان بوتن جنشن على البراسيرنا اريا اكتب نفسك يا عم ابص يمين وشمال مش شايف حاجه بالبيشن بقى هتفرد دراعك كده يا دكتور اكستنشن في كل دراعك في الالبو اكستنشن في الريست اكستنشن في الفينجر اهو والبيز اوف ذا هاند البيز ده اللي بيحس مين البراسيرنا البيز اللي بيحس براسيرنا تعمل ايه حد كده اهو بص معايا ادي النوتش ادي لوز انجل سكند ريب سكند سبيس ثيرد ريب ثيرد سبيس فورث ريب فورث سبيس اهو بنزل بايديا كده اهو اهو على الليفت ثيرد اند فورث سبيس اللي هو مين الليفت بارترنال اريا اهو هتلاقي بارتس كده اهو بص بحرك كده اهو اهو لو موجود تلاقي دراعك كله بيتزق كده حركه تحسها في كتفك يبقى تاني بقى بحس بالبيز اوف ذا هاند ويز 3 اكستنشن اكستنشن فينجر اكستنشن ريست سنشن البو احدد الاريا بتاعتي ادي النوتش لوز انجل سكند ثيرد فورس اهو واحط ده كده اهو خلصت اه انزل بالروت ليه تو اكسكلود السريل اوف في سي دي يبقى تاني بحسب البيز اوف اوف نشوف اوكي حط ده طبعا نسبه بعض بص معايا كده اهو
بحس البيس اوف ذا هاند والزي اكستنشن، بحس الحركه في كتفي كده كده. ده ايه؟ ده الليفت باراسترنال. خلصت تنزل بالروت توكسدو دي توكسدو سريل وفي سي دي. خلصت يا سيدي الناحيه الثانيه بقى على الرايت سايد اهو بالبيس اوف ذا هاند برضه على الرايت سايد ونفس الاحساس ونفس المانوفر. بس المشكله ان الرايت باراسترنال ده لو كان اورتك انيوريزم هيعمل لك بارتيشن شديد تحسها، انما لو كان رايت اتريوم ممكن ما تحسهاش. فقال لك خلاص لما يكون رايت باراسترنال بنعمل ايه؟ بالثلاث فينجر دول احطهم كده اهو على سبيس كده اهو تمام، بالميدل فينجر فان كده اهو احطهم كده. ليه يا عم ما حسيتش بالبيز هان؟ قال لك لان دي تقيله تقيله والاتريوم بارتيشن خفيفه ضعيفه. تحسها ازاي؟ بالميدل فينجر فان افردهم كده اهو واحس بهم يا جماعه مين؟ الرايت باراسترنال. خلاص؟ واقف كده عشان توريهم ازاي بقى الشغل ده. انا بشتغل دلوقتي يا جماعه مين؟ الباراسترنال. 3 4 اهو رايت باراسترنال، 3 4 انت باراسترنال. قرب هنا قلت له اهو قرب هنا اهو قرب ورا الشباب هنا عشان نشوف. اتعدي كده تقف مع البنات. طيب ادي الرايت باراسترنال والليفت باراسترنال. هتفتح دراعك كده اهو والبيز اوف ذا هاند تحطه على مين؟ على الليفت باراسترنال كده اهو. شوف انا قعدت ازاي؟ اهو ده كده يا جماعه مين؟ الرايت باراسترنال بالسيشن. بحس الحركه في كتفي. لما اخلص انزل بالروت. ليه بنزل بالروت؟ تو اكسكلود ستريل اوف في سي دي. خلصت؟ هتروح على مين؟ على الرايت باراسترنال. برضه نفس الوضع اهو. بس قال لك الرايت باراسترنال تبقى ويك بالسيشن. حسها بالميدل سي فينجر فان. اهو بالميدل سي فينجر فان. ماشي؟ نام يا عم. عشان هيبي. لا ابدا. عرفت تشل بقى. تيجي تقول لها اعمل بالبيشن، اعمل بركشن مثلا. فهم بيجوا رب ضوافرهم كده يا جماعه معرفش ليه. يعني اليومين دول بالذات عشان خاطر البطاريه وكده فهم محتاجين رب ضوافرهم بالشكل ده. خش بقى تعمل ايه؟ بالبيشن بالضوافر دي. تمام؟ تفحر. تعالى بقى اعمل بركشن بقى. تيجي على دماغك في الاخر. اول حاجه في البركشن بتاع البنات بتعمل كده اهو بركشن. كده اهو. كده. مش كده؟ لا كده. ثانيا مش بتحرك كده هنا، تكون بركشن كده. لا دي بتعمل ازاي؟ الدراع كله بيتحرك. وبعدين الضفر بقى كبير فينزل تعمل تجرزه في صباعها هي. تمام؟ وتجيب دم عشان تعمل بركشن مش عارف تعمل بركشن. فممنوع يا جماعه حد يخش امتحان ضغط كبير. تعمل ازاي؟ ضغط. الولاد بقى الاقي واحد بقى يعني ايه خلاص بقى عنده صاحبه بقى هيعمل بركشن بقى. ايه يا عم؟ الدنيا عامله ايه معاك؟ هوب راح جاي قاعد كل عيان. اه وزاد بقى واحد بقى تكين ولا حاجه بقى بيفرم من العيان تحت منه. لا مش كده يا دكتور، اسكالي واقف صح وقعدتك قاعده صح. مش تصاحب عيان بقى وخلاص بقى لبط بقى ده تقعد فوق منه ما ينفعش الكلام. خلاص؟ ابدا يا عم. اقفل عشان خاطر المشاهير. طيب نركز يا جماعه في الفلس دي. تعالى يا دكتور اكزامين السؤال بقى. هل السؤال شوف انا هقول لك سؤالين دلوقتي. هل السؤال اكزامين كاردر بوزيشن على بعضه ولا اكزامين باراسترنال بس ولا اورتد بس ولا جاستر بس؟ تعالى بقى السؤال بقى الكبير. اكزامين كاردر بوزيشن هتعمل كل دول وتزود معاهم الايمكس كمان اللي هنقولها دلوقتي. شوف بقى هعملهم كلهم مع بعض ازاي. كلهم مع بعض بقى تشكيك واحده اهو. يا دكتور اكزامين كاردر بوزيشن بص معايا. كاردر بوزيشن هي اللي جاستريك وسوبرا ستيرنال اورتك وبالمونري رايت باراسترنال وليفت باراسترنال. اللي بيجاستريك اللي بيجاسترن ده هو المنطقه المحصوره بتوين خط يعدي في الزيفويد خط بين امبلات الزيفويد التومت جايبك والباين. بعمل ايه؟ بنزل جنب العيان ابص تنجنش على الجاستريم اكتم نفسك شفت البوزيشن خلاص خد نفسك بالبرد بيدرز فينجر بحطهم في البيجاستريم وكمبريس كده. الخطوه الثالثه احدد جايه منين من رايت فنتركل الف كده اهو في اتجاه رايت فنتركل يديك تشاور على كتف العيان واغطس كده اهو تحت قصه المارجن واقول له خد نفس جامد. لو جاي من رايت فنتركل هتخبط صبعك من فوق ما حصلش لف فوق الليبرا هورزونتالي ايد ورا وايد قدام وكمبريس كده اهو اكتم نفسك هتلاقي الليبرا بيعمل لك اكسبانشن فور هاند ده اسمه باي مانوال. خلصت باقي الاورطه سيب البوزيشن خالص سيب الجاستن ده خالص انزل جاست ابوف ذا امبلايت ودوس بيدك الشمال فوق اليمين كده اهو خلاص نورمالي اعمل اورطه فين في السن انديفيدوال. خلصت بجاستك سوبر سيرنال بقى اه يا دكتور بالسيشن سوبر سيرنال وش ودي نورمالي بتيجي من اورطه قرش بقف جنب العيال بص جنشر فيرتيكالي على النوتش واقول له ايه اكتم نفسك وبعدين ما
بالبيشن بالتب في اندكس الميدل وصبعين فيرتيكال. بالبيشن بالتب في اندكس الميدل وصبعين فيرتيكال كده اهو كده. مين السوبرا سيرفر؟ حاسسها تحت الايه. بعد كده اورتو بالمونري بنزل جنب العيان وابص تنجنشال على اورتو اريا والبالمونري ايه نفسه. طيب سواء شفت ما شفتش كونفيرم بالبيشن احدد فين اورتو بالمونري. ادي سوبرا سيرفر ادي روز انجل سكند ريست سكند سبيس حط صبعين كده اهو اندكس ميدل جنب الاسترنا وبعدين حرك كده اهو بالمونري اريا. خلاص خلاص انزل بالروت على البالمونري اكسكلود ستريل بالمونري ستنوزس وبالروت على اورتو الاكسلوز ستريل فور ايه اورتو ستنوزس. خلصت بارا ستيرنال بنزل جنب العيان ابص تنجنشر على رايت بارا ستيرنال ات نفسه وليفت بارا ستيرنال وبعدين كونفيرم بي بالبيشن بالبيز اوف ذا هاند والثري اكستنشنز اكستنشن فينجر اكستنشن ريست اكستنشن البو. احدد فين ستيرد الفورس سبيس ادي نوش ادي نوز انجل سكند ريب سكند سبيس ثيرد ريب ثيرد سبيس فورس ريب فورس سبيس. وانزل بالبيز كده على مين على الليفت بارا ستيرنال بتحس الروتر بايه بالباص بيحرك ايه دراعك كله كده اهو دراعك كله بيتحرك كده اهو ماشي. بعد كده انزل بالروت على نفس الاريا تو اكسبلود ستريل وفي اس دي. خلصت اروح على نفس الاريا الناحيه الثانيه قصادك كده اهو مش محتاج احددها بقى ما انا ماشي بالتوازي اهو. بس قول يا دكتور ان البوزيشن انا عاده بتيجي من رايت اتريم ورايت اتريم ده ويك بوزيشن فصعب يحسب البيز ذهن اشيل ايديا واحط الميدل سي فينجر فاند فاند بالفرقين كده اهو جنتلي. تحس مين يا جماعه بالرايت بارستينا بوزيشن لو جاي منين من رايت اتريم كده. خلصت يا جماعه مين الكارد بوزيشن. الايبكس بقى بايت القصير الايبكس بقى مشكله لان الكومنت على الايبكس ده حوار. الايبكس الايبكس كومنت عليها كلمه سيكار سي كار في ورقه مكتوبه يا جماعه كل حاجه. اس يعني سايد اي اكستند سي كاركتر الاي الاي اسوسيتد اسوسيتد ستريند والار ريزم وري. خلاص سي كار سايد اكستند كاركتر اسوسيتد ستريند ريزم وري. ده لو قال لك ايه لو قال لك اكزامن الابيكال بالسيشن. ده لو كان سؤال ايه لو كان سؤال اكزامن ابيكال بالسيشن. انما دكتور لو سؤال اكزامن الايبكس وسكت ده سؤال ثاني خالص اهو. يبقى ده سؤال وده سؤال غير بعض خالص اهو. ابيكال بالسيشن ولا اكزامن ايبكس؟ ابيكال بالسيشن الاول. ازاي بقى تشتغل بقى دي؟ تعالى يا مارك اهو. الايبكس نورمالي فين اصلا؟ مكانها فين؟ نورمالي الليفت فينتكل بيعملها فين اهو ليفت فيفث سبيس ميد كلافيكولار لاين يعني سكند ثيرد فورث فيفث اهو مكانها هنا اهو. واللي بيعملها مين الليفت فينتكل؟ لو الليفت فينتكل ده كبر هياخدها وينزل تحت كده اهو اوت وورد داون وورد يعني اللاين هيتغير بعد ما كان ميد كلافيكولار يبقى انتر اكزيلري او ميد اكزيلري وبعد ما كان فيفث سبيس هيبقى 6 او 7. ده لو ايه لو الليفت فينتكل كبير هيحصل شيفت اوت وورد داون وورد. طيب لو الرايت فينتريكل كبير هيحصل شيفت كده اهو اوت وورد. بص المنظر اهو ده رايت فينتريكل ياخد لك هنا اهو كده اهو ايه ده شيفت اوت وورد. الفرق الثاني بقى الليفت فينتريكل الايبكس بتاعته لوكلايز يعني ايه الدائره دي وبس ما بتتحركش الا هنا اهو يعني في الفيرست سبيس وبس مفيش حاجه في اربعه ولا في سته. فلو الليفت اللي كبر هياخدها وينزل بيها تحت كده اهو وتفضل زي ما هي لوكلايز. يبقى شفت الادوار ده النورد ولوكلايز زي ما هي ان وان سبيس. لكن لو الرايت اللي كبر بيكون يطلع بيها بره اوت وورد بعد ما كان ميد كلافيكولار لا يبقى انتر اوكسيلري او يبقى ميد اوكسيلري. وديفيوز يعني ايه ديفيوز؟ يعني تلاقي البلس في اربعه وفي خمسه وفي سته فوق بعض كده اهو مش في سبيس واحد. يبقى تاني بقى الايبكس نورمالي مالها لوكلايز في الفيفث سبيس ميد كلافيكولار على الليفت سايد. لو الليفت كبر هينزل بيها اوت وورد نورد وتفضل لوكلايز زي ما هي. لو رايت كبر هياخدها اوت وورد بس تبقى ديفيوز. يعني ايه لوكلايز يعني ديفيوز؟ لوكلايز وان سبيس ديفيوز اكتر من سبيس. طب كويس. حاجه ثانيه نورمال الايبكس اهي نو سبيشال كاركتر. انما لو اتحركت كده او اتحركت كده لازم يكون لها كاركتر. ازاي يعني؟ لو الليفت فينتكل مثلا كبر وراح ناحيتها
قد يكون هايبرتروفي وقد يكون دايليتيشن. لو هو كبر دايليتيشن يبقى الايبكس هايبر دايناميك، لو كبر هايبرتروفي يبقى الايبكس سيبي. ابو رايت فينتركل راح كده اهو، طالما كبر قد يكون دايليتيشن وقد يكون هايبرتروفي، لو دايليتيشن يبقى ده الجيرش، يبقى ده كده ايه هايبر دايناميك، لو هايبرتروفي يبقى هيجن. الحاجه الثالثه الايبكس مكانها ما اتحركتش معناها ان مفيش شامبر لارج، لا ليفت كبر ولا رايت. الايبكس مكانها نو روكينج، ليه؟ لان الروكينج شور ساين اوف فينتريكولار انلارجمنت، والايبكس ما اتحركتش من مكانها يبقى معنى كده مفيش فينتريكل كبير، يبقى مفيش روكينج. خلاص الروكينج بعرفه ازاي؟ تعالى كده الروكينج بتاع الفينتريكل الايبكس اهي حركها وجاب هنا اهو. شوف الروكينج بيبقى ازاي بقى. الروكينج اهو كان زمان في الامبيرولوجي ليفت ليفت ورايت رايت اهو، وبعدين لف كده الهارت بقى ليفت ورا ورايت قدام. الرايت فينتريكل يمثل انتيريور سيرفيس هارت، ما عدا الحته الصغيره دي، دي مين؟ دي ليفت فينتريكل، دي يعمل ايبكس. خلاص فمنظرها كده اهو، لو جه لي ليفت كبر هيمشي كده كده كده، هتلاقي المنظر بقى كده اهو. ايه اللي بيحصل دلوقتي مع الكونتراكشن؟ هو بيطلع كده والمكان القديم ده بينزل لجوه اهو، ده اسمه روكينج بقى، اللي هو يحصل ابيكال بلج، والمكان ده اسمه باراستيرنال ريتراكشن اهو كده. تاني بقى يبقى الايبكس كان زمان كده اهو بلج، بس لما يكبر ليفت فينتريكل بينزل كده اهو، هيتحرك هتلاقي بلج كده والمكان القديم يحصل له تراكشن اهو كده كده. ومسائل المنظر ده يا جماعه اهو، ادي الليفت وادي الرايت، ادي الليفت وادي الرايت، ادي الايبكس القديمه والجديده اهو. بص كده معايا، ادي الليفت فينتريكل كبر اهو، دي الايبكس الجديده ودي المكان القديم. شوف بقى الكونتراكشن ازاي، شوف الروكنج يحصل ازاي اهو. بص كده معايا لفظ ده اهو كده، تامل الحركه دي كده اهو. في الكونتراكشن بيحصل ابيكال بلج وباراستيرنال ريتراكشن، المكان دي بيحصل له تراكشن اهو. ويحصل حاجه ثالثه، ايه الحاجه الثالثه؟ بص كده على اللفه اللي بتحصل دي، اللفه دي اسمها ايه؟ اللفه دي اسمها انتي كلوك وايز روتيشن. يبقى لما يحصل ان ليفت فينتريكل بيكبر، الروكنج دي مشكله تتفتح عندكم كلكم، ركزوا فيها معايا قوي، انا بتكلم دلوقتي في الروكنج. الليفت فينتريكل بيعمل انترنال روكنج، شكله زي الروكنج دوت. الليفت فينتريكل اهو ده، لما كونتراكت يحصل المنظر ده، ايه المنظر ده؟ ابيكال بلج وباراستيرنال ريتراكشن وانتي كلوك وايز روتيشن، انتي كلوك وايز روتيشن اهو، ده انترنال روكنج. ده مين اللي كبر؟ الليفت فينتريكل. بتكشفها ازاي بقى الحركه دي؟ قال لك عن طريق وفاء ساين. وفاء ساين ازاي؟ بجيب قلمين، قلم على المكان الجديد بتاع الايبكس وقلم على المكان القديم، وامسكهم بايديا كده اهو، هتلاقي يحصل ايه؟ يحصل المنظر ده اهو، ابيكال بلج وبره الثنين ريتراكشن اهو، ده الانترنال روكنج. بحط ايه؟ قلم على المكان الجديد والمكان القديم اهو، يحصل المنظر ده اهو. ده لو في روكنج هتلاقي المنظر كده. دي الطريقه الجديده يا دكتور ليه؟ تشخيص الروكنج وفاء ساين. طب لو في عنده رايت فينتريكل انلارجمنت، يبقى المكان القديم اهو والمكان الجديد اهو، شوف ده كله، ده المكان الجديد اهو، هتلاقي الروكنج عامل ازاي؟ هتلاقي المكان الجديد ده بينزل وده بيطلع كده كده، هتحط قلم من اهو وقلم من اهو على المكان الجديد، هتلاقي المنظر ازاي بقى؟ بص معايا اهو اهو اهو، الايبكس الجديده بتنزل والقديمه بتطلع بره اهو، ده اسمه ايه؟ اكسترنال روكنج. يبقى الليفت فينتريكل انترنال روكنج كده كده خلاص، والرايت اكسترنال روكنج كده اهو. خلاص عرفت الفرق بين الاثنين؟ سيبك من الرايت، خليك في الكومن اللي بتقابله كتير جدا اللي هو الليفت فينتريكل، لازم اعرف الروكنج بتاعه. الروكنج بتاعه ازاي؟ تقول له دكتور الايبكس القديمه اهي والجديده اهو، بحط قلم على الجديد وقلم على القديم، الاقي المعاك اللي بيحصل ايه؟ بص ساعه السيستول يحصل ايه؟ بلج القلم الجديد وده ريتراكشن بالشكل ده، ده اسمه انترنال روكنج، ابيكال بلج وباراستيرنال ريتراكشن. خلاص فهمت الروكنج؟ بس امتى تعمل كومنت على الروكنج؟ لو الايبكس اتحركت من مكان اجيب منه مش الايبكس اهو ماسك التايمنج وبشتغل ميرمر بقى. الميرمر لو ماشي مع الكاروت البلس يبقى ده سيستوليك ميرمر بتاع مدر الجر. لو البلس بيجي الاول او الميرمر بيجي الاول وبعدين البلس يبقى ده سيستوليك ميرمر بتاع مدر الترونوس. بص بص بقى اسمع بقى على يحكم ده كله. فالترونوس ما بيجرش اي حركه بتاعت في الاثنين. بالاخر سمعت خالد اعمل سبايك اعمل بروباجيشن اطلع كده اهو تجي كده كده كده. لو صوت مسموع يبقى مايكل ريجيرس، لو صوت عليه بس حضرتك ما سمعتوش يبقى سنوت. دي حاجه راديكال، حاجه اللي تخلص الصوت هنا على المايكر. ركز معاك كده كده كده، سمعت ولا نزل لك ريجيرس
الصوت على المايكرو طلعت كده ما لقيتوش التنودوس قال لي فارس ازاي تشيل سماعه تحط ايه؟ ايه ترل يبقى التنودوس مفيش يبقى رجلت طيب اسم ضرب المايكرو تاني الصوت انا قعدت عليه من سوا بطلع واحده واحده كده عليه على الزله الصوت ده لسه مسموع يبقى حتى في جير مايكرو رجلت الصوت ده اختفى يعني موجود عليه انت بس الصوت ده ما فيش حاجه يبقى لسه نص انا اول فرق في سماعه حط ايديك في ترن ومايكرو التنودوس تحديد امتحان وسط الكلام ده مفيش مايكرو رجلت طيب لسه بقى حاجه ثانيه ضرب المايكرو التنودوس والجير تعالوا بقى ضرب مايكرو انت انك تعرف ميت من ميت تعرف ميت خالص ما نعمل ايه؟ ضرب مايكرو بص معايا المايكرو رجلت الاسطر كان بيعمل ايه؟ طب طب مفيش فرصه اصلا مصر وصل كده بروبوجيشن صح؟ طب والمدرسه تنص رب 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 ايه ده؟ فرصه فان فير سترونج طب المدرسه بقى تعمل ايه؟ هتلاقي هنا عليه فرصه فان سترونج قطع على السيل ده بروبوجيشن بس طب المدرسه طب المدرسه وكل فرصه فان سترونج زي التنص وكون في بروبوجيشن زي الريجنس كده طب المدرسه مستحيل تلاقي الاثنين مع بعض لما يكون في بروبوجيشن ما يكونش في فرصه فان لما يكون فرصه فان سترونج ما يكونش في بروبوجيشن هم مع بعض طب المدرسه يبقى الفرصه فان سترونج وروبوجيشن كده دور مايك خلاص طيب كده يا دكتور احنا ايه لقينا في الاكزامينشن حته ايه اكزامين الكاروتيد اريا والكاروتيد اريا واللي انت بتسويه تعالى بقى اكزام كده واحده واحده اقعد يا عم قال لك اكزامين ليف انفرا كابلر اريا اللي هي دي هو ايه اللي هنا الميرمر بتاع البي دي ايه البي دي ايه انا بحط ده ازاي؟ يا جماعه ثواني بقى بحط الروت فينجر ده كده تحت الكلام ده علشان احس بالترل بتاع دي ايه؟ طيب بالبيت انفر ايه؟ ليفت انفر كابلر خلاص طب انا في الزمن يبقى بعد ما بالبيت حط السماعة عشان تسمع الميرور بتاع دي ايه؟ طيب اكزامن الكاروت بالبيت الكاروت اريا الكاروت ليفت كده يا عم اهي الكاروت اريا اهي بحس يا دكتور بحس ترل بتاع اورث سترونوس والريفير دريل بتاع اورث سترونوس والريفير طيب اخر سؤال بقى ايه يا ابني الماينور اوسكاتاتر اريا؟ السؤال ده عميق هو انت عارف ميجور بتاع ماينور؟ اه الميجور الاول فين؟ الميجور اريا اهم اورثك اريا واحد اهي اللي بسمع لها اورث سترونوس وبالمونري اريا اهي تحت البالمونري اورثك اريا اثنين اللي بسمع عليها اورث بيجيرش انزل هنا السكند سيرد فورث فيفت اكس هنا اهو التراكاسبيد عند الليتر اور سنتر انجل فيفت سبيس هنا المايكرال دول يا دكتور الميجور سفات اريز لذلك السماعه لما بتتحرك على الشيست بتتحرك حرف حرف زد اهو بتسمع كده اهو مايكرال تراكاسبيد اورث 2 بالمونري اورث 1 حرف زد دي ميجور اسقاطات الاريز ايه الماينور؟ قلت يا دكتور 3 و4 على المنطقه دي دي مين دي بسمع عليها بالكاردر راب دي مين دي اسمها بالاريا يا دكتور بالاريا فين بالاريا بالمره بقى بالاريا اهي استنى بقى احنا بنسمع عليها حته مهمه جدا بالاريا حاجه مهمه جدا بالاريا هذه المهمه معايا ولي سكند ثيرد فورث فيفث سكند بالاريا يا دكتور خط في الميد لاين وادي الفورس ليف وادي السيكس ليف وخط الفرس سيرنا اهو اهو ادي بيجري شكلها ايه يا ابني؟ مربعه؟ لا يا دكتور شكلها دي شيب او شكلها كونفكت او فور مش مربعه دي في الاريا فين حدودها ايه؟ من الفورس ليف للسيكس ليف ومن الميد لاين للفرس سيرنا لاين بس بشرط الخط اللي يبقى في الفرس سيرنا لاين يبقى كونفكت او فور يبقى من الفورس للسيكس من ميد لاين لفرا سيرنال بس شغل الخط يبقى ايه كونفيرت او فور هنا بسمع عليها ايه؟ بسمع عليها بالكارد الرابط ادي كده ماينور سكتات الايس ادي اول واحده اهو وبعد كمان في ليها بركشن اه بركشن ليها كويس بحددها الاول لو الانجل تاخد ريت تاخد بيس تاخد بيس فور بيس بيس اهو ممكن اخبط كده اهو وكده لايت بركشن ممكن اخبط ازاي؟ كده وكده وممكن كده وممكن من فوق لتحت ومن تحت لفوق يدونا زي المرجيح
ازاي يعني؟ كل الاتجاهات شغاله، تيجي من تحت لفوق، من فوق لتحت، من الجنب، اي اتجاه صح، انك مش بتجيب بوردر، انت بتخبط على ايريا اهو، علبه اهي، لو بترن يبقى نورمال، نورمال انفيرد نود، لو بترن يبقى متزيد، لو ضل يبقى كارد نيجاتيف. تاني نورمال انفيرد نود يا واقف، لو ريزونانس يبقى امفيزيما، لو ضل يبقى ايه؟ رايز ان لارج. مفيش في زوم. بسمع عليها ايه؟ بسمع عليها تريجارد الرقم. اهو. بص بقى ازاي؟ بص بسمعه ازاي؟ حط معاك كده اهو ودوس كده. يو بيكفش. اهو. ادي كارد الرقم اهو. هتلاقي ازاي المنظر بقى؟ بص معايا في كارد الرقم. واحدة ايه؟ واحدة ستوريك واثنين بستوريك. ايوه. ازاي؟ واحدة اثنين، واحدة اثنين، واحدة اثنين. وهكذا. بس تدوس كمان كده اهو وبعدين قول له في نفسك الله ليه بص في نفسه عشان افرق ليه بلورا في البريكارد ممكن حاجه ما عندهاش بريكارد الرب يقول لك ورين تكنيك ايه المشكله ايه المكان الثاني بس في بريكارد الرب عليه في سلوكه اهو ودوس عليها برضه ده المكان الثاني عليه في سلوكه ادي اول اريا الاريا الثانيه ايه الاريا الثانيه ليف انفرا كفر اريا بسمع عليها ايه دي البي دي ايه البي دي ايه ايه تاني اسمع السيرفر فورس بي مع بعض بسمع عليهم ايه؟ بسمع عليهم بي سي دي ايه كمان؟ بص الحته دي كده دي اسمها ايه دي؟ كولومز اسمه صح؟ يعني سوبرا في بيكو ليا حلو؟ طيب اقعد يا بسمع فيها ايه دي كمان؟ بسمع هنا اهو صوت تفتح ايده كده اهو بص سمعت هنا اهو والعيان قاعد بس بوقعها كده اهو بص بيكون بسمع هنا صوت فينس هم بتاع الفيناكيربي الدم اللي لازم من فوق على الهارت صوت فينس هم بيبقى عامل ازاي؟ صوت هوا كده خفيف سوفت بلو بيتسمع فين؟ بيكون طيب ده بسمعه فين؟ سوبرا كلافيكولار والعيان قاعد بعمل ايه بقى؟ يا ترى ده الميرمر بتاع السندنج بلاس في الكيبي ولا ده بروباجيت من البي دي اي؟ هو البي دي اي بيروجيت بروباجيت كده بص اهو كده يا ترى ده جاي من البي دي اي ولا في نص هام فعلا؟ اعمل ايه؟ ثلاث حاجات لفت السماع بالظهرتين لو الصوت ده ما سمعتوش يبقى في نص هام ما بيسمعش الظهرتين لو سمعته يبقى جاي من البي دي اي ادي رقم واحد نمره اثنين دوس بالسماع لفته جامد كده اهو لو الصوت اختفى يبقى في نص هام ما اختفاش يبقى جاي من البي دي اي. رقم ثلاثة نيم العيان على ظهره. لو الصوت اختفى يبقى داخل فينا صهم ما بيحصلش وهو نايم. لو لسه موجود يبقى جاي من البي دي اي. تاني؟ تاني. اقعد يا عم اسمعني لغاية بس السؤال مفاجئ في الامتحان. اسمعني لغاية سوبر كابيترا. انت عملت ذاكر ايه بالسوبايت ولا ضغطت مش عارف ايه؟ وسؤال كمان سوبر كابيترا. حاضر. بسمعه بالكون يا دكتور. علشان بسمع هنا نورمالي صوت الفينا صهم بتاع الفينا كيف. حلو افرقه من ايه يا ابني؟ من الميرمر بتاع بي دي ايه؟ اول حاجه لازم تسمع وانا قاعد ما ينفعش وانا نايم عرفت السماع بالظهرتين لو لقيت نفسك صوت ما قلتش سامعه يبقى ده كده صم لسه مسموع يبقى جاي من بي دي ايه طيب ارجع تاني بيكون ودوس على جامد الصوت اختفى يبقى فينا صم لسه موجود يبقى ده جاي من بي دي ايه نايم العين على ظهره لو اختفى يبقى ده فينا صم لسه موجود يبقى جاي من بي دي ايه خلاص لسه كمان اريا لسه يا عم الظهر كده خدنا كمان ثلاثه اهو اريا رقم اربعه مين اهي اهي اريا على دماغك في الوضع ده السكابلا اندي ده اهو باين بتاع السكابلا ده اهو باين بيشاور على تيم ثلاثه باين بتاع تيم ثلاثه اللي هي بتاع ديسبلين فايت بتاع ديسبلين فايت ده العمود الفقري اهو دي كده قلت النصين دي اسمها سوبر كابيكولا اريا سوبر كابيكولا دي انفرا كابيكولا يبقى انفرا كابيكولا اريا انفرا كابيكولا اريا رفع ايدي يا فندم انفرا كابيكولا بتقسم الى ابر انفرا كابيكولا ولور انفرا كابيكولا لور انفرا كابيكولا بسمع هنا اهو في المنطقه دي كده اهو الايبس بتاعت مين؟ بتاعت اللور لو اهي فين يا دكتور؟ بسمعها في اللور انفرا كابيكولا طيب بسمع النيرمر اورتيك ورتيشن اهو هنا اهو كده اهو اهو الانتر سكابلر على الليفت سايد
يبقى لازم الكاميرا كلها تقسم ابر ولور. اللور انت الكاميرا ده المكان اللي بسمع فيه الام بتاع اللور لوب. يقول لك انت ما كده اسمع لي يا ابني الام بتاع اللور لوب بالكاف الام بتاع اللور لوب. تقول له فين؟ في اللور انت الكاميرا. حددتها ازاي؟ احنا عندنا السباين بتاعها دي ثلاثه تحت ثلاثه بسمع هنا. طب اسمع اوتو بارتيشن رفع ايدك بالليف انت الكاميرا اريا كلها بسمع مين اوتو بارتيشن. لما بسمعه بعمل معاه حركه جامده قوي. طبعا هو ستوري بيبر عندي اقول الصوت بالظبط. حط سماعتك لو رفع ايدك تلاقي ايه؟ ايه ده؟ سمعت السماعه كده نقله ورحت مركز في حته واحده. قعدت تدور على مكان اعلى صوت، اعلى صوت في المكان اللي اهو. رحت مركز سماعتك كده، اعلى صوت سمعته هنا. انت جاي من فوق كده اهو صوت سمعه. هنا صوت عالي جدا، وقف سماعتك. رفع ايدك. بروباجيت. بروباجيت ازاي يا جماعه؟ تبقى انتيلو. ازاي بقى؟ اهو. امشي كده هتلاقي الصوت مسموع. ايه ده؟ نفس الصوت ماشي معاك لحد ايه؟ لحد قدام اهو. ايه ده يا دكتور؟ صوت الكولاترال وصوت الميرفر الاثنين. كولاترال عملت غرق الدنيا دم عندك عامله وش جامد والميرفر ماشي معاك كده اهو. طيب في ايريا الثانيه؟ الايريا مهم جدا. انا قلت دلوقتي ايه؟ البير ايريا. ليفت انفرا كلابيبلر، رايت سوبرا كلابيبلر، انفرا سكابيلر، هنلف ساين. خمسه بقى مش هتخيلها، مش هتخيلها خالص. عارف ايه هي؟ مش عايز يا عم اتخيل. اللي... ايه هي؟ الانفرا سكابلر اريا. اقف يا ده اقف. انفرا سكابلر. طب ايه ده في الرفع والانفرا ماماري واللور ادلري. هزر بقى. هزر. يعني انفرا انفرا ماماري انفرا ادلري انفرا سكابلر. ايه اللي يقصد ده؟ السبيس شرانك. بسمع ليه؟ بسمع بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن بتاع لا دي تبع الكارديك اريا. انت محدد كارديو لازم تسمع البيزل زران علشان تسمع البيزل فاين كريبيتيشن بتاع الهارت فيلير. شفت حالات في الامتحان ينزل درجات عشان ايه؟ مش عارف ايه دي. قول لي يا ابني مانو اريا. يقعد يقول له بقى كذا وكذا وكذا. لسه في واحده كمان. مين هي؟ البيزل زران انفرا ماموري انفرا سكابلر انفرا ايه؟ ارزلري علشان ايه؟ الفاين كريبيتيشن بتاع الهارت فيلير. مش ده جزء من الكارديو؟ خلاص يا جماعه كده؟ بير اريا وليفت باراستندر اريا وليفت انفرا كلافيكولا والرايت سوبرا كلافيكولا والليفت انفرا كلافيكولا والبيز درام. بيز درام. بيز درام. ايه؟ البير اريا وليفت بارا سينر اريا ليفت انفرا كلافيكولا ليفت انفرا كلافيكولا والرايت سوبرا كلافيكولا والليفت انتر كاملا والبيت زرع. تعالى بقى كده الاسئله بقى في معايا ست روسكي بالكارديو بقى الاسئله في جوه بقى خلاص الاسئله ايه بقى عشان خاطر تخيب على الاجابه عشان لو سؤال صعب قول لي اعمله تاني. تمام يا عم عملية الاسئله لو سؤال صعب قول لي اعمله تاني. اعمله لما اروح كده اهو. يلا يا جماعه تاني. اول سؤال. اول سؤال. هو النيك فين مش تبع الكارديو؟ نيك فين جنرال ان شاء الله. اول سؤال يا ايه؟ اه اكزامن بالكور ده بالك ده سؤال. اكزامن طريقه الفين. اكزامن سؤال ده سكار. انا اول ثلاثه. سؤال ده سكار. انا اول ثلاثه. يا بالله. لو بنعمل طبعا اساسي ثلاثه اهو. سؤال ثاني بقى. اكزامن جارد بالفيشن. هتكتب جنبها ايه بقى كده اهو؟ البلاستريك وسورة اهو. اورتك رايت والابيكال. ابيكال. ابيكال بلطيش. يلا اكزامن كارديك بلطيشن. تكتب تحت منه يا اما السؤال على بعض يا مفرغ. مفرغ ازاي؟ اكزامن الجاستريك بس. اكزامن تورسينا بس. اورتك بس. برموني بس. رايت تورسينا بس. ليت تورسينا بس. ابيكال بس. يبقى ده اكزامن كارديك بلطيشن. ده سؤال. تعالى بقى. تحت منه اكزامن بلسيشن عن بيز الزهار يبقى جنبها اورتو بالمودري.
فبتسمع البيت او الاخبار المغري ده الواحد سؤال تحت منه بقى جامن البيت جامن البيت يبقى ايه انسبكشن مارجيشن بروتكشن خطيش اكتب جنبها كده اهو اللي بعده اكزامن ابيكال بورتيشن اكتب جنبه كده تي كار تي كار تي تي اي ار ار ماشي بس اللي بعده اكزامن الايبك ده سؤال تاني خالص معناه ايه؟ انسبكشن بالبيشن بالكاشن الخطيش ده من الايبك طيب كيف تتغفر؟ طيب نكتبني ولا أربعة عشان بص أنت لازم تطلع فيه هنقول في الجدول طيب الإكزام إيه مش هتنسى على إيه؟ برجعش بقى بص بقى ممكن برجعش البيت ظهر بس كده ده سؤال تاني برجعش الإيبك ده بيجي برجعش البيت الظهر برجعش البرجعش الفيوجن برجعش البرجعش الفيوجن طيب بعد كده بقى اسقطيت نعم بالقص بالقص ليه بالقص يبقى لك الفلاش من بالقص البير اريا بالقص البرجات الفيوجن لا لا ان شاء الله مش شفت خبر اهو كان الزمويه رجل اهو كده يقدرني يجي يعمل فوق الدسكه هورزونتال وقاعد عيان كده يجي يصير خبر تاني فين رجل طيب اسقطيت بقى اسقطيت الاورد اريا اريز هل هي اريز ولا اريا واحد؟ لو قال لك اريز اريا واحد واثنين تعرف واحد ايه واثنين ايه؟ اسقطيت اورتك اريز يبقى واحد واثنين اسقطيت مايترال او اسقطيت ايمش ده سؤال تاني طيب اللي بعد كده ايه بقى؟ وات ار ذا ماينور اسقطات اريز؟ ايه الماينور اسقطات اريز؟ ايه بقى؟ تمام تمام لسه كمان كويس الضغط هنقوله في الدفع نعم اه والله يا ريت ايه لسه اهو اخر سؤال بقى الكاست اللي غالي الضغط الكاست اللي غالي الضغط هنقوله في الشيخ ان شاء الله في بعدها ربع ساعه لسه خالص يا جماعه كل الاسئله مش فيك الكاست اسمع دكتور ازاي اتحرك بص الاسئله كده هات سؤال عايز اعيده ثاني بص الاسئله معايا كلها اجابتها معروفه طب بص يا دكتور ثواني يا دكتور ثواني في لسه ربع ساعه بص الاسئله لو في سؤال صح عايز اقوله هنقوله مع بعض ان شاء الله كلها